الله أكبر الله أكبر. قوات النظام الأسدي في منطقة الصاخور تحاول اقتحام المنطقة والجيش الحر يتصدى لها. الله أكبر. 7/10/2012 قوات النظام بالدبابات. الله أكبر. اقتحام منطقة الصاخور والجيش الحر كتائب لواء التوحيد للتصدى لهم. الله أكبر. قصف من الدبابات على منطقة الصخور في محاولة من الجيش النظامي لاقتحام المنطقة، ولكن الجيش الحر بأسلحته البسيطة يصد هذه المحاولة. الله أكبر. واشتباكات عنيفة تدور الآن بين أبطال الجيش الحر والجيش النظامي في منطقة الصخور كتائب لواء التوحيد وكتائب فرسان السنة بمشاركة كتائب لواء الفتح تقوم بصد هذا الهجوم. الله أكبر.